خطفت مرة جديدة وما بتقلي وأنا عم قلك شو الأخبار بتقلي تمام؟ العفو يا سيدي، بس أنا ما حبيت أشغل بالكم بهالموضوع. نحنا ما وقفنا بحث عن الفاعل بس ما عم نلاقيه، وبوعدك إنه قريباً عم تضحك علي يا فارس؟ أعوذ بالله يا باشا، أعوذ بالله. لا، عم تضحك علي وما عم تقوم بشغلك حتى تمام. يا باشا أنا ما عم قصر بشغلي، بس ما عم لاقي طريقة اقدر اكمش فيها خطاف النسوان. روح نادي على مكتبك. حاضر يا باشا. فارس. نعم يا باشا. معك مهلة شهر، لازم اعرف مين اللي عم يخطف النسوان، والا ما رح تشوف مني طيب ابدا. امرك يا باشا.